خلينا دلوقتي نروح لهالة الحملاوي ونتعرف منها على آخر أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات، وكمان نعرف منها إيه الهدية اللي مش قادرة تنساها أبداً، والهدية بقيمتها ولا باللي جابها لها. يا هالة صباح الفل عليك. صباح الفل يا منى. صباح الفل يا عبد الصمد. صباح الخير يا هالة. صباح الفل. ميرسي قوي على الهدية الحلوة، على دي جداً، على الشوكليت فرحت بيها. بس خلي بالك الشوكليت دي مش للأكل، عشان أهدى هرجعها تاني. لا 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 مش هاكلها، كفاية إن أنا خدتها منك. طيب قول لنا يا هالة بقى الهدية بغض النظر عن اللي أنا جبته. بغض النظر يعني عن الشوكليت. مش عاوزين تقولي الهدية بقيمة الشخص اللي جابها خالص، يعني مش أنا. لا لا بس لا حقيقي والله انت بتبصي. رايي الشخصي انا بحب الهدايا الراندوم، الراندوم اللي هي مش مرتبطه بمناسبه او كده فجاه حد يدخل يجيب لك هديه حتى لو بسيطه قوي، عشان بتبقى مش متوقعه. علشان بتبقى مش متوقعه فبتبقى فرحتها احلى. صحيح. يعني الهدايا اللي بتاعت المناسبات اي ما كانت المناسبه، عيد ميلاد، عيد ام، اي مكان، انت بتبقى متوقع سامها وانك هتجي لك هديه. انما لما تبقى فجاه كده داخل عليك حد جايب لك هديه ولو صغيره قوي، مش قادره اقول لك على السعاده، بنبسط جدا. بس سقف الاحلام يا هلا، احيانا لما انت بتبقي متوقعه في عيد ميلادك هيجي لك هديه وما بيجيش، اعتقد دي بيبقى ليها اثر كبير قوي في نفوس السيدات تحديدا. لا انا السقف عندي مش معليه اصلا خالص خالص. حتى لما زميلنا هشام بيسالني الصبح يقول لي فكري في السؤال بتاع الحلقه، رحت قايله له انا ما بيجيليش هدايا، وبعدين قعدت فكرت كده 5 دقايق قلت ايه ده، انا لسه ولادي جايبين لي ورد من كام يوم. شفتي بقى حرام يعني. لا وكل واحد جاب بوكيه لوحده، يعني كل واحد دخل عليا ببوكيه ورد بدون اي مناسبه، يعني ما فيش اي مناسبه وكل واحد راح جايب لي كده بوكيه ورد. فقلت لا الواحد لازم برضو يدي الحقوق. بس كل واحد حقه. بس هقول لك برضو انا يعني ولادي اتعلموا مني حاجه، او بنتي تحديدا عشان هي شويه ارتست، انه لما بتدي هديه بتفكر ان هي بتحبها بيرسونلايزد جدا، يعني تكون ملائمه للشخص، مش تنزل. صحيح. تشتري مثلا بيرفيوم او حاجه تمشي لاي حد، ولما بتعمل حاجه بايدها ده معناه ان الشخص عزيز قوي عليها. يعني هي لما بتشتغل بحاجه بايدها، تعمل حاجه بايديها، وانا اكتشفت ان انا عملت الموضوع ده. يعني عمتي ربنا يديها الصحه يا رب، عملت لها مره صينيه كده ورسمتها لها بالديكوباج وبتاع، انبسطت بيها ولقيتها في البيت عشان انا عاملاها لها بايدي. يعني غير ان انا انزل اشتري حاجه من محل وكده. احنا بعد الهوا لازم نعرف حكايه الديكوباج اللي انت قلتيها. هحكي لك عليها دي بعد الهوا. المرور بقى. لا هقول لكم، نتكلم بقى بعد الحلقه يا عبد الصمد.